وش ثلاثة وش ثلاثة وش جامع الوزارة وش جامع الوزارة وش جامع النصابة وش جامع النصابة وقالوا وش نديرو وقالوا وش نديرو وميمتي وش نديرو وميمتي وش نديرو ونديرو تعاقد نديرو تعاقد ونديرو تعاقد نديرو تعاقد ورحنا معقدين السياق هذه الوقفة طبعا في سياق الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم والسياق العام كيعرفوا الكبير والصغير وهو الهجوم المتواصل على القوت الشعبي الجماهير الشعبية من طرف الدولة المغربية كذلك الهجوم على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات القمع والمحاكمات السورية ضد الاحتجاجات السلمية التي تخوضها مختلف فئات الشعب المغربي التضييق على الحريات النقابية سن قوانين تراجعية انتكاسية على الوظيفة على قطاع الوظيفة العمومية والمرفق العمومي والذهاب بعيدا في تفكيك المدرسة العمومية ومع حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وحقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي في تعليم جيد مجاني وذو جودة مطالب إخراج المراسم أولا التعديلية المتفق عليها إدارة التربوية إسنادا ومسلكا ترقي الشهادات المكلفين خارج السلكيين توجيه والتخطيط التربوي دكاترة التربية الوطنية المساعدون التقني والمساعدون الإداريون وتسوية الوضعية المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات تعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة المشروعة للشغلة التعليمية بكل فئاتها. جئنا اليوم تجسيدا للخطوة النضالية التي دعا إليها المكتب الوطني والتي تتمثل في يوم إضراب جوج دجنبير ووقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية تنديدا بالوضع الذي يشهده قطاع التعليم وكذلك تضامنا مع الفئات العديدة في قطاع التعليم التي تعرضت للقمع وطبيعة الحال ملفاتها ومطالبها لا تجد أذنا صاغية لدى الوزارة ولدى الحكومة. إذن اليوم نؤكد على أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو كافة القوى الديمقراطية والقوى المناضلة في المغرب على الوحدة ومن أجل التصدي لهذه الهجمة الشرسة للوزارة على قطاع التعليم على اعتبار أن هناك هجوم كاسح على الشغيلة التعليمية والضرب ديال الحقوق والمكتسبات ديالها من قبيل انفراد الوزارة بفرض التعاقد كذلك من المفترض انه في الايام القادمة يتم الاجهاز كذلك على التقاعد ديال الموظفين لان الوزارة اصبحت تناقش دمج ديال الصناديق في صندوق واحد كذلك هناك ملفات ديال الاطر الادارية والتربية والتربوية هناك كذلك الحق بالترقية بالشهادة اللي ضرباته الوزارة وحرمت الشغيلة التعليمية من هذا الحق اللي كان مكتسب يعني من منذ مدة. إذن هذه الملفات كلها من شأنها أن تؤثر على المدرسة العمومية وبالتالي نطالب الوزارة التدخل العاجل من أجل حل هذه الملفات العالقة وطبيعة الحال احنا كجامعة الوطنية للتعليم نطالب كافة القوى ويدنا ممدودة لكافة القوى من أجل توحيد المعارك وهذا هو مطلبنا الأساسي توحيد المعارك من أجل حل الملفات العالقة ديال النساء ورجال التعليم وتحية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.